نسمع كثيراً بإصابات بمرض الحزام الناري، هذا المرض الذي يحير الأطباء ويحير المرضى، فالمريض لا يدري إلى أين يتجه، إلى طبيب الباطنية، إلى طبيب الأعصاب، أم إلى طبيب الجلدية، أم إلى تخصص آخر، فتتداخل فيه التخصصات كتشخيص وعلاج وطرق تعامل. سنتحدث أكثر عن مرض الحزام الناري وأحدث العلاجات الرائدة للتعامل معه والشفاء منه مع ضيفنا الذي سيجيبنا عن كافة هذه الأسئلة، الدكتور فراس الطراونة، استشاري الأمراض الباطنية. حياك الله معنا دكتور فراس. أهلا وسهلا دكتور فراس. بداية، عندما نتحدث عن الحزام الناري، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، الحزام الناري إلى أين نتجه؟ إلى أي طبيب؟ قبل أن نتحدث عن ماهية هذا المرض، إلى الجلدية، العصبية، أم إلى الطبيب الباطنية، إلى أي تخصص دكتور؟ ومنها نتحدث عن ماهية المرض. نعم، بالتأكيد الإجابة على هذا السؤال تبدأ من مفهوم الحزام الناري. نعم. وبالتالي هذا المرض يأتي في منطقة رمادية تتبع العديد من التخصصات، فطبيب أو اختصاصي الأمراض الباطنية قادر على التشخيص وقادر على العلاج، طبيب اختصاصي الأمراض الجلدية أيضاً كذلك الأمر، طبيب اختصاصي أمراض الأعصاب أيضاً قادر على العلاج، وفي بعض الحالات المتقدمة قد نكون بحاجة تدخل طبيب علاج الألم. نعم. فهو بشكل عام هو عمل جماعي يسمى بالتيم وورك أو المالتي ديسيبلينري. لكن من الوجهة الأولى دكتور؟ الوجهة الأولى هو اختصاص الأمراض الباطنية حقيقة. اختصاص الأمراض الباطنية، وعندما نقول نتجه إلى هذا الطبيب، إذن المريض هو شريك الطبيب في التشخيص المبدئي. كيف أعرف إنه هذه أعراض طفح جلدي أرتكاريا ولا أعراض هربس نطاقي؟ نعم، هو في واقع الأمر مجرد ظهور أي طفح جلدي هو عبارة عن سؤال لدى المريض، وبالتالي سوف يبدأ بالبحث عن إجابة. ولكن ما يميز مرض الحزام الناري أن الطفح الجلدي قد يكون مؤلما جدا لدرجة لم يعهدها فيما قبل، وما يميزه أيضا أنه يأتي على شكل فيزيكلز أو أكياس صغيرة جدا مملوءة بالماء، تأتي على شكل كلاسترز أو تجمعات قريبة من بعضها. أما الوصف العمومي عندما نقوم بوصف المريض، إذا قمنا بوضع خط منصف يقسم الإنسان إلى نصفين أيمن وأيسر، يأتي على شكل حزام حقيقي، لذلك سمي الحزام الناري، بجهة واحدة من الجسم قد يلتف إلى خلف الظهر، ولكن عندما يمر بخط المنصف سوف يقف تماما. فإذا تجمعت هذه الأعراض، مروره على شكل حزام، ألم شديد جدا، ظهور هذه الأكياس أو النتوءات الصغيرة المملوءة بالماء وعلى شكل تجمعات، فهذا هو حزام ناري قطعا ومن اللحظة الأولى. دكتور، الألم في الحزام الناري هل هو ألم متنقل أم ألم ثابت ومستقر في منطقة الإصابة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا، أحيانا نسمع أن آلام الحزام الناري تتقاطع مع آلام قد يشتبه فيها الطبيب أنها نوبة قلبية أو مشكلة ما في الرئة أو مشكلة ما في عضو آخر من الجسد حسب منطقة الإصابة. كيف تستطيعون دكتور هنا أن تحددون وتضعون يدكم على التشخيص الصحيح والدقيق؟ نعم، بالتأكيد الحزام الناري بالعادة يأتي بسبب إصابة جذر العصب بهذا الفيروس، تمام؟ وبالتالي هناك العديد من جذور الأعصاب المتتابعة، بداية من أعلى الفقرات العنقية نزولا إلى أسفل الظهر. نعم. فقد تأتي على شكل حزام ناري حول السرة أو تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر أو في الوجه أو على مستوى العين أو الجبين، وبالتالي في بعض الحالات الخاصة قد نكون، يعني ممكن دكتور يكون في الوجه؟ نعم، قد يكون بالوجه إذا شمل بعض الجذور العصبية، إذا شمل العصب الثامن أو العصب السابع قد يصاب به الوجه والجبهة والأذن وصوان الأذن، وهذه حالات حقيقة أقل شيوعا، تسمى مثلا هيربيتيك أوتيكس إذا أصابت. نعم. العصب السمعي، وقد أيضا تتسبب باختلالات أو مشاكل أو أمراض في السمع. ولكن في هذه الحالات الخاصة يجب أن يتدخل معنا أيضا في العلاج طبيب العيون أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة إذا كانت الإصابات بالوجه. أما طبيب العيون دكتور، إذا ممكن أيضا يمتد الحزام الناري إلى منطقة العين ولا منطقة ما حول العين؟ نعم، قد يمتد إلى العين ويظهر على شكل إحمرار في حدقة العين من الداخل ومن اليوم الأول، ولذلك يجب أن يكون طبيب العيون جزء من عملية العلاج. إذن هنا يستدعي العلاج للعيون. نعم، وليس فقط لمنطقة الوجه. نعم، ليس فقط الوجه. فجأتني والله دكتور، يعني أنا قاعدة أتخيل كم هو الألم صعب وشديد في مثل هذه الحالات عندما نستدعي تدخل طبيب العيون، طبيب الجلدية، طبيب الباطنية لعلاج مثل هذه الحالة. التشخيص دكتور، أنت قلت بأنه
الألم يكون والتوزع على شكل معين، الطفح يكون على شكل معين، إلى من تعطوا الأولوية؟ إلى أنه مثلاً الأعراض إذا كانت في منطقة الصدر تكون نوبة قلبية ولا يعني ممكن تطلبوا تخطيط للقلب؟ نعم، في بداية الأمر هناك تقديم كلاسيكي لهذا الفيروس، فإذا جاءت المنطقة المصابة بمنطقة الصدر رأينا خط المنصف وعلى يمين أو شمال خط المنصف هناك طفح جلدي، فمباشرة ممكن أن نستثني وجود نوبة قلبية، لكن الألم بالعادة سوف يتبع ما يسمى بالشعور بالتنمل أو النمبنس أو الشعور بالحكة، وقد يسبقه أيضا ظهور الطفح الجلدي، وبالتالي ليس من الشائع أن يبدأ الموضوع بألم دون وجود طفح جلدي أو دون وجود حكة على الأقل في المراحل المبكرة جدا. ومن هنا تبدأ القضية التشخيص أو الشطارة في التشخيص والتنبؤ بهذا الشيء مبكرا جدا قدر ما أمكن، فكلما كانت حالة التشخيص مبكرة كل ما كانت نسبة النجاة من الفيروس أعلى، وكل ما كانت نسبة التخلص من تبعات الفيروس وإصابة الجذور العصبية طويل المدى أيضا أقل إذا تم تشخيصه مبكرا. نعم. والبدء أيضا بالمضاد الفيروسي مبكرا. نعم. فتعليم كلاسيكيا يعني عندما نعلم طلاب الطب والأطباء المقيمين يجب أن يبدأ دائما علاج الفيروس بالمضادات الفيروسية، لدينا كثير من الأنواع. هذا دكتور سنتحدث عن باب العلاج، ولكن من الوصف الإكلينيكي العام يتبين لي أن هنالك تشابه إلى حد كبير ما بين الحزام الناري وما بين فيروس الجذري المائي، هل ثمت علاقة فيما بينهما دكتور؟ نعم، هو عند الحديث عن فلسفة ظهور الهيربس زوستر هو في واقع الأمر هو نفسه الجذري أو الجديري المائي، وبالتالي عندما يصاب الآن اليوم نفس الفيروس هو دكتور؟ نفس الفيروس. عندما يصاب الإنسان اليوم بالحزام الناري هو لم يحدث أن الفيروس قد دخل إلى جسمه بارح بالليل مثلا، الفيروس كان قد دخل إلى جسمه من فترة زمنية قد تكون طويلة جدا على شكل الجذري المائي خامل أو على شكل اللقاح، ولكنه يبقى خامل ما يسمى دورمنت في ما يسمى بالسباينال جانجليا أو الدورسال روت جانجليا الجذور العصبية العميقة، ويبقى خاملا لفترات طويلة طالما مناعة الإنسان قوية وقادرة على كبح جناحه. أما عند ظهور هذه الحالة فقد يكون الإنسان تعرض إلى مؤثر معين قد أثر على مناعته. كيف يكون شكل هذا المؤثر دكتور؟ المؤثر قد يكون على يعبر عن نفسه بالعديد من الأشكال، فمثلا مجرد التقدم بالعمر إلى عمر 70 أو 75 عام هذا بحد ذاته يرفع نسبة الإصابة بإعادة تفعيل هذا الفيروس الخامل في العقد العصبية إذا كان موجود مسبقا. نعم. إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة وقمنا باستخدام عقار الكورتيزون مثلا أو عقاقير العلاج الكيماوي المعالج للأورام والسرطان ينشط. قد يكون هذا يقوم بتخفيض معدل المناعة في الجسم مما يعطي الفرصة لهذا الفيروس للظهور مجددا. أيضا بعض حالات الاسترس يعني بالمجمل نسميها stressful condition. نعم. يعني أي حالة استرس عالية تعرض لمشكلة صحية أدخلته إلى المستشفى، جلطة قلبية، قسطرة، كسر، حرق وما إلى ذلك، فهذه من الدواعي التي قد تؤجج نظام المناعة ليعود هذا الفيروس للظهور مجددا على شكل إصابة حزام ناري. على سيرة الاسترس دكتور، ما يلفتني دائما في الحديث معك حتى في لقاءات سابقة أنك عادة ما تربط ما بين المشاكل النفسية وتأثيرها على المشاكل العضوية والجسدية، وهذا مهم جدا لأنه كثير من الأطباء يتحفظون على ذكر تأثير الأمراض النفسية على الجسد. اليوم دكتور نتحدث عن الحزام الناري، والحزام الناري كما ذكرت هو في الأصل فيروس جذري مائي، لكن أيضا كما ذكرت يرتبط بمؤثرات، لماذا يتم ربطه أيضا بالأمراض المزمنة كالسكري وغيرها من الأمراض؟ ما العلاقة دكتور؟ هل لأسباب أيضا مناعية؟ نعم بالتأكيد، مرض السكري إذا مر به الإنسان لفترات زمنية طويلة وكانت هذه الفترات أغلبها سكر غير مسيطر عليه هذا يؤثر على نظام المناعة، وبالتالي تقادم الزمن أو تقدم العمر مصحوبا بسكري والسكري غير مسيطر عليه، وبالتالي في أغلب الحالات مريض السكري قد يعاني من نوع من القلق، نوع من التوتر اليومي المصاحب له لعلاجاته لأرقام السكر اليومية، للوخزات بالإبر بالإنسولين اليومية 3 أو 4 وخزات يوميا، فجميع هذه العوامل تؤثر مجتمعة في مسألة ظهور هذا الفيروس الخامل أصلا موجودا. وبالتالي عند الحديث أيضا عن الجانب النفسي، الإنسان بشكل عام هو وحدة واحدة، لا يمكن فصل الجانب العضوي عن الجانب النفسي، وهناك العديد من الدراسات والحقائق المثبتة عالميا أن القلق والتوتر هو مسبب لكل شيء
سواء الأمراض العضوية أو الأمراض التي قد نسميها أنها أمراض نفسية فقط. فدائما أي مرض عضوي لا بد أن له جذور نفسية ويجب الوقوف عليها، وليس فقط الاكتفاء بالعقاقير والأدوية الحديثة التي نقوم باستخدامها متجاهلين الجانب النفسي، لأن الجانب النفسي يؤثر على المريض ويؤثر على مدى تفاعل الطبيب مع المريض مع طبيبه ومع أدويته. وحتى الاستجابة دكتور للعلاج من قبل المريض تختلف عندما يكون بنفسية جيدة أو صحة نفسية عالية المستوى، وعندما يكون في صحة نفسية متدنية المستوى، استجابته ومدة الخطة العلاجية التي تتخذونها أنتم كأطباء، وأنتم قادرون على تحديد أن هذا المريض مستقر نفسياً أم غير مستقر. وقفت كثيراً دكتور على التقدم في السن ودوره في الإصابة بالحزام الناري، هل هذا ينفي إصابة صغار السن بالحزام الناري؟ هو بالتأكيد لا ينفي ذلك، لكن كنسب الإصابات هي أغلبها في كبار السن. صغار السن هم معرضون أيضاً لهذه الإصابة، لكن بوجود مؤثرات أخرى. كان مثلاً يكون هذا المريض يتناول عقار الكورتيزون مثلاً لالتهاب المفاصل الروماتويدي ولفترات زمنية طويلة تؤثر على مناعته، أو إذا كان مثلاً يعاني من فيروس نقص المناعة المكتسبة فهذا قد يؤثر على مناعته. هناك أيضاً غير فيروس الـ HIV أو الإيدز، مرض الإيدز، هناك العديد من الأمراض التي قد تحد من مناعة الإنسان، وبالتالي قد تكون هي مسببات ومسببات مباشرة لظهور هذا المرض. دكتور الآن نتحدث من ناحية كلينيكية للمرض، المرض كم تستمر أعراضه المبدئية؟ حقيقة هناك تفاوت في الحال، لأنه لا يوجد مصدر تقاس على جميع المرضى، فمجرد ظهور الأعراض قد يستغرق 3-4 إلى 5 أيام حتى ظهور الطفح أو البثور للمرة الأولى. وبالتالي هذه الفترة هي الفترة الحساسة، ففي بعض الحالات النادرة قد يأتي المريض يشتكي كما لو أن هناك ماء بارد ينسكب على يده. فممكن في البداية الطبيب أو المزود الخدمة الصحية يتعامل مع الموضوع باستخفاف، لكن عندما قبل ظهور الطفح الجلدي، فعند القيام بفحص هذا المريض والإتيان على تفاصيله، مريض كبير بالسن لديه العديد من الأمراض المصاحبة، وعند فحصه قد تجد بثرة واحدة أو اثنتين، قد تجد أن مناطق التنمل عند فحصها سريرياً بشكل دقيق هي مناطق تأتي على شكل حزام. فإذا كنت أنت من المحظوظين والموفقين وبدأت العلاج بهذه الفترة، فأنت قد أنقذت المريض من تبعات كثيرة جداً. لكن بشكل عام مجرد شكوى المريض في العيادة من بثرة أو من حبوب أو من ألم، يجب علينا فحصه بشكل سريري كامل ونزع الملابس عنه، وليس الاستخفاف بالشكوى أو إعطائها فرصة أو مجرد تحويله إلى طبيب الجلدي، لأن طبيب الجلدي قد يأتي له متأخرا. العدوى دكتور، هل العدوى كونه مرض فيروسي معدي تكون خلال فترة المرض بشكل عام أم في أيام معينة من الإصابة؟ نعم، عند الحديث عن العدوى نتحدث عنها بحذر، لأن العدوى بواقع الأمر تكون في الفترة الأولى التي تكون فيها البثور على شكل أكياس صغيرة مملوءة بالماء، فهذه الفترة هي الفترة إلى حد ما، ولكن بحجم أصغر بشكل كبير. فهذه الفترة قد يكون الإنسان قادر على العدوى وقادر على نقل العدوى. أقصد مثل الجدري دكتوري، دائما ما نسمع أنه في أيام الأولى يكون معدي أكثر. بالتأكيد الأيام الأولى هي أكثر الأيام عدوى ونقلا للعدوى. عندما نتحدث عن نقل العدوى، قد يكون مزود الخدمة الصحية مثلا المصاب سيدة كبيرة في السن، بنتها تقوم على رعايتها، وضع الكريمات والمراهم التي وصفناها دون غسل الأيدي أو دون استخدام القفازات المطاطية. بعد ذلك تقوم على تحضير مثلا رضاعة الحليب إلى طفلها، فهي وسط ناقل للفيروس عن طريق هذا السائل من والدتها إلى طفلها. أما العدوى بشكل عام من الإنسان إلى الإنسان بشكل مباشر فهي قليلة جدا. أما غياب العدوى كليا يحدث عندما تبدأ هذه البثور بالتحول إلى ما يسمى بالكراست، يعني يتحول إلى قشور بيضاء جافة تشبه الطحين. بعد كم دكتور تقريبا؟ يعني بالعادة بعد مرور اليوم السابع تبدأ بالتحول إلى هذا، تتكمل بشكلها الكامل بعد مرور اليوم العاشر. نأتي الآن دكتور على السؤال الذي ينتظره المشاهدين في هذا الحوار، العلاج، هل من طرق حديثة للتعامل مع الحزام الناري أم أنتم ما تستطيعوا أن تقدموه فقط السيطرة على الأعراض ومنع تطورها؟ نعم، حاليا هناك العديد صراحة من العلاجات. سابقا كان لدينا مضاد فيروسي واحد، وفي قديم الأمر كان هناك فقط العلاج التحفظي، يعني يقوم فقط بتسكين الألم بوضع الكريمات والمراهم دون تقديم المضاد الفيروسي. الآن لدينا العديد من المضادات الفيروسية، لدينا الآن 3 مضادات فيروسية
ويتم وصفها بمجرد ظهور الأعراض. نعم. الأفضل دائما أن تكون خلال 72 ساعة الأولى. بنفس الوقت نقوم على تزويد المريض بالكريمات والمراهم على شكلين، الشكل الأول هو مخدر موضعي للمنطقة، والثاني هو أيضا مضاد فيروسي على شكل كريم موضعي يقوم وضعه على المنطقة. يضاف إلى ذلك نقوم بتزويد المريض أيضا بمتعدد فيتامينات بي كومبلكس. نعم. لتغذية أو لتزويد العصب بقدرته على المكافحة. في غالب الحالات هذا العلاج كافي. مضادات للاكتئاب دكتور؟ نعم، في هذا حتى هذه المرحلة قد يكون كافي، لكن في كثير من الحالات عندما تكون التقديم السريري الأولي هو مؤلم جدا، أو إذا كان هناك استطالة للفترة الزمنية التي طال فيها الألم، فهذا ما يسمى لدينا ب post herpetic neuralgia، يعني اعتلال الجذور العصبية ما بعد الالتهاب الفيروسي. ففي هذه الحالة نلجأ إلى استخدام بعض العقاقير التي تعمل على الأعصاب وعلى نقل السيالات العصبية، من أهمها طبعا عقار جابابنتين وبريجابالين. نعم. التي مشهورة لدى الجميع بأنها عقاقير مكافحة للصرع. نعم. فهي لا تستخدم هنا في حالة صرع، وإنما هناك استطباب آخر لهذا العلاج أنه يستخدم لهذا الغرض. بالنسبة لمانعات أو مضادات الكآبة، وخصوصا عند الحديث عن الدولوكسيتين مثلا، يعتبر هذا العقار من الأدوية التي تعمل على منع نقل السيالات العصبية والحيلولة دون تحولها إلى أوامر عصبية في الدماغ، ولكن لا تستخدم لمنع الكآبة لدى المريض الذي يصيب. يستطباب آخر لهذا العلاج الذي يستخدم سابقا للكآبة أو لسوء المزاج. ما في مخاوف دكتور ما إنكم تلجؤون إلى استخدامها من أنه يصبح حالة من الإدمان عليها، خصوصا وأن مدة الحزام الناري الإصابة به ليست بالفترة القصيرة؟ نعم، هي الإصابة بحد ذاتها ليست فترة طويلة أصلا، هي فترة قصيرة، ولكن النيورالجيا أو اعتلال العصبي الألم هو من قد يطول، فقد يستمر لسنوات، وبالتالي في بعض الحالات قد لا تكفي هذه العقاقير، فنضطر أيضا إلى استشارة الزملاء أطباء علاج الألم، ويستخدمون بعض التقنيات مثل التبريد والعلاج بالترداد الحراري وبعض التقنيات المتقدمة، ولكن هذه ليست هي الحالات الغالبة، هي حالات نادرة عندما تتقدم الأمور إلى حالة الألم المزمن المطول. إذن دكتور، ما الفرق ما بين مرضى نسمع عنهم أصيبوا بالحزام الناري ومرضى آخرين أصيبوا أيضاً بالحزام الناري؟ نفس الإصابة قد تكون، نفس مظاهر وأعراض المرض، لكن نسبة الألم لديهم مختلفة، هنا يشعر بألم شديد، هنا يشعر بألم خفيف إلى متوسط، شو السبب دكتور؟ يعني هناك كثير من العوامل، لدينا ما يسمى بالبين ثريشولد، عتبة الألم، هناك اختلافات بين الناس في درجة تحمل الألم، حتى في مثلا خلع الضرس، هناك من له القدرة على خلع الضرس بدون بنج، وهناك مع البنج ويتألم، هناك مع البنج وقد يصرخ. الأمور الأخرى أيضا هي معدل عمر المريض، مجرد وجود أمراض مزمنة كثيرة لدى المريض التي تقوم على تأثير حجم المناعة في جسمه. أيضا يضاف إلى ذلك التاريخ أو التوقيت الزمني الذي قدمنا فيه المضاد الفيروسي ومضادات الكآبة، ففي كثير من الحالات قد نقدمه مبكرا، وليس علينا أن ننتظر طويلا حتى نصل إلى حالة الألم المطول حتى نقدم عقاقير الكآبة أو عقاقير الصرع كما وصفناها، ولكن في غالب الحالات عندما يتم تقديمها مقدما قد تمر الفترة بسيطة وسهلة إن شاء الله. دكتور، من خلال مشاركتك في المؤتمرات الطبية واطلاعك على الأبحاث الأوراق العلمية الحديثة، هل سنصل يوما ما إلى حبة سحرية من خلالها يتم القضاء على الأقل ألام الحزام الناري؟ قد يكون كفيروس صعب أن نحتوي في أيامه الأولى لأنه له مدة معينة يتواجد فيها وينتهي فيما بعد، لكن الألم دكتور، هذا الرابط الوثيق ما بينه وبين الحزام الناري، هل سنصل يوما ما؟ نظريا ممكن ذلك بالفعل، ولأنه الطب تقدم كثيرا في كثير من المجالات، مثلا في عالم السكري تقدم من العلاج بالفم إلى الإنسولين، والآن هناك حديث عن تقديم الإنسولين بمعدل جرعة واحدة أسبوعيا بالأسبوع. ايضا عند الحديث عن المضادات الفيروسيه لدينا ما يسمى بالاسايكلوفير والفالسايكلوفير والجانسايكلوفير، فتقدمت ايضا صناعاتها الدوائيه وقصرت الفتره الزمنيه التي نقدم فيها المضاد الفيروسي. فكذلك الامر عند علاج الالم، قد يكون هناك ما هو قادم في الافق حول علاج الالم بفتره زمنيه اقصر وبفعاليه دوائيه اقوى. دهمنا الوقت دكتور، اسمح لي بسؤال اخير غريب نوعا ما لكن خطر في بالي. مريض الحزام الناري بما انه معدي، من خلال الملابس دكتور ممكن نقي من العدوى؟ وهل الملابس يجب أن تغسل بشكل معين مع مطهرات معينة، أم نتعامل مع الوضع بشكل طبيعي إنه مو لهي المرحلة من العدوى؟
نعم هو حقيقة ليس شديد العدوى بهذه الطريقة وليس للجميع وخصوصا البالغين، ولكن عند التعامل أو تقديم الخدمة الطبية أو التمريضية لهذا المريض يجب علينا الاعتناء بنظافة اليدين باستخدام الماء والصابون بالوضع التقليدي واستخدام القفازات الطبية المطاطية. يضاف إلى ذلك أن الشراشف أو الملابس التي كان يرتديها المريض يتم غسلها بالماء بدرجة حرارة 70 إلى 100 فهي كافية لتعقيمها دون استخدام بعض المطهرات أو المعقمات ملابس الكيماوية. لوحدها دكتور. ملابس لوحدها نعم. دكتور شكرا لك على ما قدمت لنا اليوم في عوافي من معلومات هامة حول طرق التعامل والعلاج للحيزام الناري. دكتور فراس الطراونة استشاري الأمراض الباطنية شكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا. شكرا.